عاودت مدفعية الجيش الإيراني قصف ناحية سيدا كان تابعة لإدارة منطقة سوران المستقلة شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وقال مدير الناحية أحسان شلبي إنه منذ ساعات الصباح الأولى بدأت المدافع الإيرانية بقصف عدة مناطق في الناحية، مبينا أن القصف يكون بشكل متقطع حيث يتكرر بين الحين والآخر على هذه المناطق. واستهدفت المدفعية الإيرانية منطقتي بريزين وهورني في سيدا كان ولم يؤكد لخسائر بالأرواح. وتبنى الحرس الثوري الإيراني قصف مواقع في منطقة سوران المستقلة بكردستان. ونقلت قناة العالم الإيرانية عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مقرات المجموعات الإرهابية شمالي العراق بالمدفعية عقب محاولتها إدخال أسلحة للمدن الحدودية وإثارة الشغب في إيران. Thank you.